مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. فجاني ساسي يرفض عرض لتجديد للزمالك ويقترب من الدور الإماراتي. ذكر التقارير الصحفية المصرية أيام الدول التونسي فرجاني ياساسي لاعب وسط الزمالك باتت معدودة داخل النادي بعد قرار اللاعب عدم تجديد عقده مع إدارة الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وأكدت تقارير أنه ساسي رفض العرض المقدم من إدارة الزمالك وتمسك بشروطه الخاصة اللي كانت عقبة من إدارة النادي لإتمام التجديد رسميا. وقال الفرجاني ساسي انه اشترط ان يكون العقد لمدة 3 مواسم وليس موسم واحد فقط على ان يحصل على 50% من قيمة العقد الجديد كاملا مقدم العقد بخلاف الحصول على مستحقات الموسم الحالي كاملة قبل توقيع العقد الجديد. كما طلب الفرجاني ساسي من إدارة النادي عن طريق وكيله الحصول على 2,200,000 أورو أي تقريب بفلوسنا أكثر من 6,800,000 في الموسم الواحد على أن تتحمل إدارة النادي قيمة الضرائب ورسوم القيد كاملة، وهو مجعل إدارة النادي أكيد تقول أنه طلبات مبالغ فيها. وحسم التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك موقفه من تجديد عقده مع الزمالك ولينتهي بنهاية الموسم الجاري بعدما أبلغ إدارة النادي برفض التجديد للزمالك والرحيل بنهاية الموسم، وذلك لضعف المقابل المادي اللي عرضوا عليها للزمالك خلاف الاتفاق مع أحد أندية الدوري الإماراتي للانضمام إليها في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي.